تعد مرحلة انتقالية ما بين مرحلتين مهمة. إلى يومه الختامي وصل المؤتمر الدولي حول بغداد في العهد العثماني الذي عقد في مدينة اسطنبول على مدار 3 أيام بحثاً وتدقيقاً وقراءة لفترة زمنية مهمة من عمر المدينة التي خلد اسمها مقترناً بالعظمة والعلوم. كما نعرف جميعا أن مدينة بغداد هو مدينة عالمية وفيها تراث كبير، وأيضا نحن نهتم بأن نذكر هذا التراث ونقوم بدراستها لأن نتركها للأجيال القادمة كميراث سليم وصحيح. جلسات اليوم الأخير ركزت على الحالة الاقتصادية وشكل المنازل والمرافق العامة والزي الذي كان يلبسه سكان بغداد أواسط القرن 19. البنايات التي ظهرت التي شاهدها لايرد في 1850 أعطت صورة مبسطة عن بغداد، ولو هو يعني وصف أيضا الحالة الأمنية والملابس والحالة الاقتصادية للبلد. الباحثون تناولوا أيضاً التنظيم العسكري والسياسي الذي تبناه الولاة العثمانيون في بغداد، وخلصوا إلى أن النظام العثماني أسهم بشكل كبير في تطوير بناء الدولة العراقية الحديثة. وأوجدت هذه الإنجازات فئة متعلمة واعية من القضاة والعسكريين والموظفين أدوا دوراً مؤثراً في تكوين المؤسسة العسكرية وهيمنوا على المشهد السياسي بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1920. وتناولت الأبحاث التنمية الزراعية في بغداد وأثر التجارة في تحريك عجلة الإنتاج الزراعي وخصوصا الزراعات البدائية. لعبت التجارة الخارجية دور مهم في أن تتوسع الزراعة، ولكن زراعة المواد الأولية، زراعة الغلال ايضا هذه ساعدت على انه راس المال الاجنبي يقدم على دعم القطاع الزراعي في مساله انتاج المواد الاوليه كمصدر للمواد الاوليه. 3 أيام على التوالي كانت نافذه الى تاريخ بغداد في الحقبه العثمانيه، وكشفت عن جوانب مهمه من حياه هذه المدينه التي ظلت مقصد العلماء ومحطه للباحثين عن عظمة الحضارة العربية والإسلامية قبل أن تشهد أيامها السوداء بعد الغزو الأمريكي لها ومحاولة تزوير تاريخها ومحو حاضرها والقضاء على مستقبلها، لكن للشعوب دائما الكلمة الأخيرة.